هذه هي قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. الرقراقي يحدد ميركاتو الوداد للناصري. حدد الإطار الوطني وليد الرقراقي مدرب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم مطالبه إلى المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي برئاسة سعيد الناصري قبل مرحلة الانتقالات الشتوية القادمة. وكشفت مصادر مطلعة أن مدرب الوداد الرياضي طلب من سعيد الناصري رئيس الوداد ضرورة تعزيز الفريق بلاعبين جدد خلال الميركاتو الشتوي من أجل مواصلة النتائج الإيجابية. وأوضح المصدر نفسه أن الرقراقي يرغب في انتدابات محدودة لتعزيز مراكز الخصاص في مقدمتها ظهير أيسر ومهاجم وجناح استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وأضاف المصدر ذاته أن مدرب الوداد الرياضي كشف للناصري حاجته أيضا إلى جميع اللاعبين بالفريق بعد العروض المغرية التي توصلوا بها وأنه لا مجال لبيع أحد نجوم الأحمر في الميركاتو الشتوي. وعلمنا من مصادر موثوقة أن جمال الشماخ لاعب فريق الحسنية أصبح ضمن اهتمامات النادي الأحمر خلال الميركاتو المقبل بعد المستويات المميزة التي يبصم عليها رفقة غزالة سوس. وأوضح المصدر نفسه أن الرقراقي يرغب في تعزيز صفوف الفريق الأحمر بظهير أيسر جيد ينافس يحيى عطية الله، ما قد يقرب بشكل كبير الشماخ من القلعة الحمراء خلال الميركاتو القادم. إلى هنا نصل لنهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.